أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان حديث الغاشية. إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى سورة الغاشية، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الآيات، هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية، الله تبارك وتعالى سماها الغاشية لأعظم اسم في هذه السورة، وهو الغاشية. فيها هذه السورة فيها 26 آية، بالإجماع أنها نزلت في مكة، ولم يكن منها شيء نزل بالمدينة. وقلت لكم دائما، فعليكم أن تلاحظوا القرآن، إذا كانت السورة أو الآيات تشمل الوعيد العظيم وتشمل الجزاء الكبير، وكذلك تشمل الآيات الكونية وما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون حتى يصرف الإنسان عقله وبصيرته إلى التفكر فيما خلق الله تبارك وتعالى، بذلك يهتدي إلى خالق الكون. هذه الآيات كلها تكون مكية، لكن اللي فيها الآيات تاع الوعيد الشديد، وفيها الآيات تاع لفت الأنظار إلى ما في الكون، هذه الآيات كلها تكون مكية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن كان بين يدي ناس كفر مشركين لا يعترفون بربوبية الله تبارك وتعالى ولا بألوهيته، فالله تبارك وتعالى يهددهم وكذلك يمنيهم. المؤمن منهم إذا آمن فله النعيم المقيم، والكافر والعياذ بالله الذي يبقى على كفره وشركه فله العياذ بالله العذاب الشديد. وكذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظاره إلى هذه المخلوقات التي تجاورهم وإلى أنفسهم. في نهاية الآية يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه كلها لفت أنظار. إذا أنتم العياذ بالله كفرتم يعني بالله تبارك وتعالى، أو تعاظمتم كيف الله تبارك وتعالى ينزل كتابا على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ينذركم، فانظروا إلى هذا الكون الذي يحيط بكم، هل خلق عبثا؟ فإذا كان له إله خلقه فعليكم أن تعبدوا هذا الإله، ألا وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء به إليكم. إذن الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة بالغاشية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في العيدين وفي الجمعة، يصلي الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بسورة الغاشية، كثيرا ما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة، في صلاة العيد وصلاة الجمعة كان يصليها مع سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهي في الركعة الثانية، لما فيها من العظات الكبار، ولما فيها من الفائدة الكبيرة، ولما فيها
من ذكر النعيم المقيم، وكذلك لما فيها من العذاب الشديد للكفرة والمشركين والمنافقين. إذن نرجع يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بالاستفهام، ألا وهو حرف هل. هل في اللغة العربية يفيد الاستفهام، يعني إيش معنى الاستفهام؟ يعني الاستفسار، تسأل تسقسي. لما تسأل تقول هل فلان في البيت، لما تسأل واحد تقول هل فلان في البيت، يعني راك تسأل فيه، تقول فلان موجود في البيت ولا غير موجود. كذلك الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة على صيغة الاستفهام لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا محمد هل أتاك حديث الغاشية، جاك خبر الغاشية ولا ما جاكش؟ هل الله تبارك وتعالى يستفسر من رسوله، ومن أين يأتيه العلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له العلم إلا من باب واحد، وهو باب الله تبارك وتعالى، لا يأتيه العلم إلا من باب واحد. فكيف الله تبارك وتعالى يستفسر من رسوله صلى الله عليه وسلم هل أتاك علم هذه الغاشية أو لم يأتك علم؟ وإنما يا إخواني الكرام، القرآن يعني تجدون كثير من الصور ومن الآيات فيها نوع من الاستفهام ونوع من الاستلطاف هكذا، لأن الاستفهام يا إخواني الكرام له في الذهن وقع كبير، فالإنسان يحضر نفسه على ما سيلقى إليه. فإذا أعطاه الله تبارك وتعالى على طول مثلا نزل عليه هذه الصورة بدون استفهام، ما تكونش لها وقع مثل ما يبدأها بالاستفهام. فمن كيف؟ يعني حذر نفسك يا محمد لما سيلقى إليك من خبر هذه الغاشية. فمن كيف؟ فالله تبارك وتعالى استشرفها بالاستفهام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة إذا قرأها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبهوا. فمن كيف؟ لأنها فيها استفهام، وبعد الاستفهام سترى، يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتيه حديثها، لم يأتيه حديثها، وإنما سمع هنا وهناك، لأن كل واحد فمن كيف؟ لأن كل واحد سواء كان مسلم ولا كافر لابد عنده نظرة قليلة على الآخرة أو نظرة قليلة على النار، ولكن التفصيل لا يكون إلا في القرآن، والتفصيل لا يفهمه إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني له علم كسائر الناس في بداية الأمر قبل البعثة، لابد أن يكون له علم بالنسبة للآخرة وبالنسبة مثلا للجنة وبالنسبة للنار وكذلك بالنسبة للقيامة، لأن كل واحد يعرف أن الدنيا تخلص. من كيف؟ بينما العلم التفصيلي هذا اللي قال الله سبحانه لا بد أن تهيئ نفسك حتى تتلقى العلم التفصيلي لهذه الغاشية. والغاشية يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى فصلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بين أمرين، الغاشية بين أمرين. إيش معنى الغاشية؟ هذه فيها مسألتين، إما أنها القيامة. لماذا؟ لأنها تغشى جميع الناس وتأتيهم بغتة، القيامة يوم القيامة ما بها حتى إنذارات على طول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلان يتبايعان فلا يقبض أحدهما السلعة ولا يقبض الثاني مثلا الثمن حتى تقوم القيامة. ناس تبايعوا بالسوق، قبل الأخر ما يشد الدرام والأخر يدي السلعة، قامت القيامة والأخر فلوس في يده والأخر سلعة مثل ما يشدها، يعني بغتة رمشت من العين تكون طلعت، ما فيهاش إنذارات باللي العام الجاي ولا الشهر الجاي ولا النهار الجاي ولا غدوة. الناس في السوق يتبايعوا الشارع حتى تقوم عليهم الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما يستطيعون يوصوا ولا يرجعون أولادهم يوصوهم في السوق. نعم فالطريق. فمن كيف؟ لذلك تأتي بغتة، سماها رب سبحانه غاشية لأنها تغشى الناس جميعا في لحظة واحدة، فلا يشرد منها أحد، حتى واحد ما يسلك منها، كل الناس تعفهم جميعا. إذن سميت الغاشية إما أنها القيامة لأنها تغشى جميع الناس، وما معنى تغشى؟ يعني تحيط بهم وتشملهم،
مثل ما نقول احنا في المسجد هذا المسجد يغشانا، يعني راه مغطينا الظاهر فينا، حتى واحد منا ما هو برا منها، كيف كامل غشانا المسجد هذا، يعني غطانا وكفانا واحاط بينا. سميت الغاشية غاشية لأنها تغشى الناس جميعا وتحوط بهم فلا يشرد منها أحد، بيام قنوب على الناس كافر حتى واحد يسلك من كيف. إذن الغاشية يا إخوان الكرام إما أنها القيامة لأنها تغشى الناس جميعا، وإما أنها النار تغشى الكفار. فهمنا؟ إما القيامة فيها مسألتين، إما القيامة وإما النار. القيامة لأنها تغشى الناس جميعا قوم عليهم كامل، وإما النار لأنها تغشى وجوه الكفار أعاذنا الله وإياكم منها. الله تبارك وتعالى يفصل لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه جات مجملة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا كلام مجمل يعني كلام عام، الله تبارك وتعالى سيفصله بعد هذه الآية. يفصل بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الله تبارك وتعالى بعد أن أجمل في بداية الآية أو بداية السورة أجمل الغاشية، ثم فصل الكلام حتى الناس ينتبهوا. الغاشية لوشكم فيها يا رب، قال لك ها وشكم فيها. وجوه، بعض الوجوه تكون والعياذ بالله خاشعة عاملة ناصبة. وش معنى الكلام هذا؟ ثلاث صفات في هذه الوجوه. يعني لما يقول وجوه يعني أصحاب الوجوه الأبدان كلها الجسد، وإنما الله تبارك وتعالى عبر عن الوجه دون سائر البدن للفتة عظيمة، ألا وهي أن الخشية، خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه يظهر في الوجوه. فهمنا كيف؟ وكذلك المعصية والتكبر عن طاعة الله تبارك وتعالى يظهر في الوجوه. وجوه المؤمنين خاشعة لله تبارك وتعالى، ووجوه الكفار والعياذ بالله يعني متكبرة متصنفة متجبرة عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما ولا زلت أقول، الجزاء من جنس العمل. الجزاء كما تخدم كما تنال. الذين وجوههم خشعوا لله تبارك وتعالى وذلوا أرقابهم لله تبارك وتعالى وطعطعوا برؤوسهم سجدا وركعا لله تبارك وتعالى، يوم القيامة وجوههم تكون ناظرة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنها كما دلت بالعبادة وما كما دلت بالطاعة وكما تذللت بالخشوع، يوم القيامة ربي سبحانه نور لها وجهها وتنظر إلى ربها. والصنف الثاني الذين تكبروا عن الله تبارك وتعالى ورفعوا رؤوسهم في السماء متجبرين ومتكبرين، يكونوا يوم القيامة أذلاء صاغرين خاشعين. من كيف؟ اللي طاطا راسه الآن لله تبارك وتعالى يوم القيامة يرفع له راسه، ما كاش سجود يوم القيامة ولا صلاة ولا عبادة، كاين النعيم. لذلك انتبهوا يا اخواني، بلا بعد يقول لك في الجنه اذا نصلوا ونصوموا، نقول له ما فيه والو في الجنه، في غير النعيم ان شاء الله ربي سبحانه يجعلنا واياكم من اهلها، في غير النعيم المقيم فقط، واصحاب جهنم ما فيها الا العذاب المقيم. لذلك يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى تكلم وقال وجوه يومئذ خاشعه، لما لم تخشع في الدنيا خشعت في الاخره. من كيف؟ لأن المتكبرين يا إخواني الكرام تقول له صلي ولا تقول له صلي، تقول لك شنو صلاة هذه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو جهل وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وشاف الصحابة يصلوا في بداية الإسلام، قال لهم عجيب الدين هذا اللي جابه محمد، عجيب له. قالوا له علاش؟ قال لهم كيف أطعطي رأسي حتى تعلو إستي رأسي؟ قال لهم ماذا هذا يدخل في العقل هذا؟ كيفاش انا نطاطي حتى يقول لي راسي نازل ومعاقلي طالعين؟ قال غادي ما تدخلش في الراس. من كيف؟ يعني تكبر على ربي سبحانه، هو اللي تكبر على ربي
يتكبر في الدنيا ولكن في الآخرة ينزل. والوجه هذا كما قلت لكم خاصكم تعرفوا القرآن راه دقيق يا إخواني الكرام، لما تكلم لك عن الوجوه هذه اللي كانت متكبرة تنزل يوم القيامة وتسحب في النار، يسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله. هذاك الوجه الذي كان متكبر، هذاك الوجه الذي كان لا يخضع لله تبارك وتعالى ولا يسجد لله تبارك وتعالى ولا يعظم قرآنا ولا يعظم حرمة لله تبارك وتعالى، ودائما رافع وجهه ورافع يعني عناده ورقبته في السماء مش رائبة، يوم القيامة يذل ربي سبحانه ذل حتى يسحب في النار على وجهه. من كيف في الدنيا هذه يعني عذاب الناس يعذبوا عذاب بعض الناس يعني بعض السجناء وغيره ما يلحقوش الدرجة اللي كركروا من رجليها على وجهه في الخلاء ولا كذا. من كيف بينما الكفار والمشركون وأعداء الله يوم القيامة يجازيهم ربي سبحانه كما قلت لكم الجزاء من جنس العمل، كما خدموا كما يجازيهم ربي سبحانه، رفعوا رصانهم تكبرا عن الله تبارك وتعالى يطفئهم رصانهم في جهنم، بينما انت وضعت جبهتك خضوعا لله تبارك وتعالى وتذللا له وخشيه وخوفا منه، فالله تبارك وتعالى يرفع لك راسك يوم القيامه وينظر لك وجهك وينعم لك وجهك. من كيف يعني كما تخدم كما تلقى الله تبارك وتعالى. لما تكلم عن الوجوه ما هيش الوجوه لوحدها، وإنما عبر الله تبارك وتعالى بأشرف شيء في الجسد وهو الوجه، والإنسان يقابل به استمرون من كيف هو الإنسان يقابل به والإنسان يعبد به الله تبارك وتعالى أو العياذ بالله يتكبر به عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الوجوه التي كانت متكبرة عن الله تبارك وتعالى يوم القيامة تكون خاشعة عاملة ناصبة، ثلاث صفات، تكون خاشعة يعني ذليلة صاغرة من كيف مطعطعين الرؤوس حاطين رصانهم خاشعين، عاملة يعني متعبة جدا، إما هنا تفسيرات إما أنها عاملة في النار متعبة في النار ناصبة جائعة، النصب هو الجوع والتعب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام جاءه وكانت معه زوجته العظيمة المرأة العظيمة خديجة الكبرى أعظم امرأة في التاريخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، الرجال كثيرين منهم أصحاب الخير من كيف، بينما النساء كاين ربع هما الخيرين. ما دامنا نتكلموا باش نفصلوا الأمور مليح، هذا النساء الربعة اللي كملوا بلغوا درجة كبيرة عند ربي سبحانه منهم الأولى خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة الكبرى التي مدفونة في مكة، ماتت في مكة بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، وبعدين مريم عليها السلام يما سيدنا عيسى فهمنا كيف، وبعدين آسيا زوجة فرعون اللي راكم تقرأوا القرآن وقالت ربي انجني من فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهمنا كيف الله تبارك وتعالى تقبل دعاءها ونجاها من فرعون وبنى لها بيتا في الجنة. فهمنا كيف وما غراهاش المال تاع فرعون وما غراهاش الطرف تاع فرعون، واللي ما عرفش فرعون واش عنده يروح للمتحف الان في مصر يشوف الذهب والمرجان واللؤلؤ اللي ما يصدقوش العقل. العرش تاعو انا شفته يا اخواني الكرام عرشه من ذهب، والمرقات التي يجعل عليها رجليه حتى يجلس، لما يجلس كما راني جالس انا هكذا ويحط رجليه عنده مرقات يحط فيها رجليه تاع ذهب هي ثاني،
الكرسي من ذهب والمرقاة من ذهب والسرير يا إخواني الكرام شفتوا من ذهب، جالس على ربع أسبوع السرير تاع فرعون محطوط على ربع أسود. من كيف الأسد الفم تاعه محلول من هنا والثاني محلول من هنا والثاني من هنا والخشب في الوسط ومنمقة بالذهب، شيء ما يصوروش العقل مثلا عن موجود. طيب هذا المرأة الصالحة المرأة المؤمنة التقية النقية كيف ما غراتهاش الثروة كاملة هذه تاع فرعون وما غراتهاش هذه الأموال وكانت الماشطة تمتشطها بأمشاط من ذهب؟ كانت الماشطة اللي تمشط مرت فرعون وفند فرعون تمشط لها بالمشاط تاع ذهب. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذه المرأة عرفت الحق وتبعت سيدنا موسى وأمنت به ولو عذبها فرعون مرته وعذبها فرعون ذي الأوتاد أخرجها إلى صحراء رامضة عمرة بالحرب وضرب لها أوتاد ربع أوتاد وتد هنا وهناك وواحد هنا وواحد هناك وبعدين الجسد يطرح في الوسط ويربط لها يد منا ويد منا ورجل منا ورجل منا ويجبدوا الخدامين. فمنها كيف؟ ذي الأوتاد كان يضرب الأوتاد ويعذب بها المؤمنين ومن جملة الناس الذين عذبهم زوجته لما كفرت به وقالت أنت بشر ما عندك لا ربوبية ولا شيء وإنما الله هو رب موسى ونبي موسى نبي موسى عليه السلام نبي بعده الله تبارك وتعالى وأنت لا تصلح شيئا للربوبية وإنما أنت عابد مطيع. عذبها العذاب الشديد وماتت تحت العذاب ولكن روحها فاضت إلى بارئها وقد بنى له الله تبارك وتعالى بيتا عنده في الجنة فهي بجوار ربها. إذن النساء التي كملت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن كمل من الرجال كثير، الرجال في الغفتين فيهم الأنبياء وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون وفيهم العلماء العابدون وفيهم الصديقون وفيهم كذا، بينما النساء ربع نساء هم اللي وصلوا درجة كبيرة خير نساء العالمين. نسلم خيرين في العالمين من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص هما ربعة، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها الكبرى ثم مريم عليها السلام ثم سيدنا عيسى ثم آسيا زوجة فرعون ثم فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. لم تنفذ وراء أبيها إلا ستة أشهر. من كيف؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام سارها كان جالسة مع عائشة جات تزوره سارها يعني سارها في أذنها سر بكات لما شافها بكات زاد سر لها في الأذن الأخرى الضحكه. أمنا عائشة تعجبت قالت أنا ما رأيت بكاء في ضحك قط إلا اليوم، عمري ما اجتنى بنادم يضحك ويبكي ويضحك في دفعة واحدة غير اليوم. واش قال لك بابا؟ قالت له ما قال لك؟ قالت له أنا ما نقولش. قالت له ما نقولش سر يا بابا ما نهدرش عليه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى قالت لها أمنا فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لها تعالي نقول لك علاش ذاك اليوم بكيت وعلاش ضحكت. قالت لها أبكيت لأن بابا قال لي الأجل تاعي وصل راني رايح. أبكيت على بابا نبي أمة كلها تبكي عليه ما شرعية إن النبي الأمة كلها وحق لها أن تبكي. أكبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مصيبة رزيت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبيرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تذكر من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيها. اللي جاته مصيبته كبيرة يشوف مصيبته في الرسول صلى الله عليه وسلم شكون أكثر، يموت لك وليدك ولا يموت لك الرسول أكثر، ولا يموت لك بابك ولا يموت الرسول، يموت الدنيا كلها ويبقى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الآجال يا إخواني الكرام مضروبة، الله تبارك وتعالى خلاص قدر الآجال وقدر الأرزاق، ما فيه لا اجتهاد ولا استعتاب من الله تبارك وتعالى. إذن قالت لها أنا بكيت لما بابا قال لي باللي راح يموت راح ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال لها بكيت على بابا؟ قالت لها بكيت على بابا. قالت لها وبعدين قال لها ما تحزنيش أنت أول الناس لحوقا من أهل بيتي، أنت الأولى اللي تلحقيني من عشم أولادي يعني من ستعو أولاده كل شيء
وفعلا لحقاته بعد 6 أشهر لحقاته رضي الله تعالى عنها. إذن هؤلاء هم النساء المخيرين اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من إلى 4، وهي موجودة في التفاسير عند قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. العلماء فسروها والحديث في الصحيحين. احنا نرجع إلى كلمة نصب. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع خديجة رضي الله تعالى عنها، جاء جبريل عليه السلام قال له يا محمد اقرأ زوجتك من الله تبارك وتعالى السلام، وأن الله يبلغها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أمنا؟ قال له هذا المرأة تاعك المؤمنة ربي راه يسلم عليها، بلغ لها السلام وقل لها ربي راه بشرك بدار عنده قصر في الجنة من قصب. وشنو القصب هذا؟ العلماء فسروه يرجع تفسيره لله تبارك وتعالى، لأن بناء الجنة يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منها شيء ما يصوروش العقل. من كيف بناء الجنة شيء ما يصوروش العقل، القصور تاعها طوبة فضة وطوبة ذهب، قصور تاع الجنة طوبة فضة وطوبة ذهب ماشي فارقة ولا البريف. من كيف حبة تاع الفضة وحبة تاع كذا والسيمان اللي في الوسط المسك، الميلاط الذي يكون بين الحجرتين فهو مسك أذفر. من كيف شيء ما يصوروش العقل، ولذلك الصحابة شمروا لها وصدموا، وإحنا يا زوقنا غير الدنيا هذه دارنا شيء فايس تاع الطاليان سقناه لا، قلنا هذه هي الجنة. من كيف إذن يا إخواني الكرام، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت عجبت للجنة نام طالبها. الجنة نتعجب للجنة كيفاش واجدة والناس يرقدوا ويناموا ما يوجدولهاش، ما همش عارفين واش كاين. من كيف قال له بشرها يا محمد ببيتي في الجنة من قصب. من قصب يا إخواني الكرام إما أنه ماس خالص وإنما أنه ذهب خالص، وإما أنه جوهر خالص يعني وصفه كما تبغي، ولكن لا تصل إلى وصفه الدم، لا يصل إلى وصفه إلا الله تبارك وتعالى. من كيف الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها الشيء اللي ما شفتوش عينك والشيء اللي ما سمعتوش وذنك والشيء اللي ما خطرش ببالك كامل. ولو كان الإنسان يعني مليك ولا كذا عنده تاويل وعنده أرزاق وعنده نعيم يعني إحنا لما ندخلوا دياره ممكن نخافوا ونهربوا. من كيف بعض الأمراء وبعض كذا لما تدخل بيته يعني ما توصفش كما يوصفوا لي بعض الإخوان يقولوا إن إحنا عطشنا رحنا نشربوا جينا نحلوا كذا نلقوا هذه فيها العطار وهذه فيها كذا وهذه كل واحدة كيفاش. من كيف وهذا الشيء اللي عفسوا عليه الزراب يقول لك توصل حتى الكعبة تاعه الخملة تاعها شيء ما يصوروش العقل ناس راهي عايشة، ولكن هذا كله نعيم الدنيا، هذا كله نعيم الدنيا. إذا قال له ربي سبحانه يا محمد بشر مرتك هذه المرأة الصالحة المرأة المجاهدة التي الله تبارك وتعالى يعني نفع بإيمانها، نفع الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع المسلمين ونفع الدعوة الإسلامية. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قالوا في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، ألقاك عائل يعني ألقاك فقير ما عندكش غناه باش أغناه. الرسول صلى الله عليه وسلم كاش ما عنده جنايه كاش ما عنده رزق ما كانش عنده، ولكن أغناه بزواجه بهذه المرأة الصالحة. لما تزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة عظيمة في كل شيء، في الجاه وفي القدرة وفي المال، والناس كثير ما كانوا يتقدمون إليها فكانت ترفض، كثير الناس يجوا يخطبوها ما تبغيش. لماذا؟ لأن تعرفهم باللي طماعين في مالها وطماعين في النسب تاعها والشرف تاعها ما كانش تبغي. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب في تجارتها إلى الشام، لما راح للشام ادى دراهمها وادى التجاره تاعها وراح للشام، لما
جاب التجارة بتاعها قال لها هذا راس المال وهذا الفائدة واعطيني اللي تعطيني ذرقة. تعجبت المرأة قالت أنا تاجرت مع كل واحد الناس راحوا تاجروا لي ولكن يعطوني راس المال يعطوني ناقص ويعطوني كذا بينما هذا الرجل اللي يجي يبين راس المال ويبين الفائدة ويبين كل شيء ما يخفي ولا شيء ويطمع مني أنا اللي نعطيله. قال لها الخادم بتاعها قال هذا رجل فيه البركة ما هو راجل كما سائر الناس اللي كانوا يسرقوا هذا رجل ما يسرقش امين. قال لها انا عشت معاه ومشيت معاه. قال لها من اللي قلعنا من مكانه والغمامة تظله حتى رجع. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني الكرام كان الله تبارك وتعالى يرسل له غمامة تظلله من الشمس. من كيف؟ قال لها من اللي قلع من مكه والغمامة تظلله حتى رجع. هي عرفت وكانت تعرف ان فيه نبي سيبعث. لذلك فهي التي خطبته لنفسها خديجة رضي الله تعالى عنها لما وجدت هذا الرجل المبارك من كيف ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فبادرت به وخطبته لنفسها وحق لها ذلك وأنها نعمة مختارة. لذلك هنا العلماء يقولون المرأة الصالحة إذا وجدت يعني رجلا صالحا تثيق به فلا بأس عليها أن تخطبه لنفسها ولكن ما تعقد تخطبه إذا قال إيه راني قابل تتوسط بالرجال باش يعقدوا العقد الشرعي لأن المرأة ما تعقدش على نفسها. فهمنا كيف؟ يعني استنادا على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. غناها ربي بمال خديجة لما تزوج بها قالت له يا رسول الله هذا مالي أنفق أو أمسك بغير حساب. هاو مالي أنفق ولا شد بغير حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة والكرام كان في ضن وكان في تعب وفي شظف من المعيشة ولما الله تبارك وتعالى قيض له الزواج بهذه المرأة الصالحة أعطت له المال بتاعها بدا ينفق على نفسه وينفق على المستضعفين. لأن اللي كان عنده وليد يقول له أنت يا عم أنت بمحمد والله ما تدخل داري واللي تجيب تاكل ما كنت روح محمد بتاعك. وفهمنا كيف؟ لما يجي للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يوكله ما عندوش يوكله بالمال تاع خديجة رضي الله تعالى عنها. فهمنا كيف؟ اللي خصه ياكل ياكل واللي ما عنده كسوة يكسيه واللي ما عنده راحلة يركبه وهكذا. إذا الله تبارك وتعالى نفعت الأمة الإسلامية ونفعت الدعوة الإسلامية بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. لذلك نحن نقول فجزاها الله تبارك وتعالى عن نبي الإسلام خير الجزاء وجزاها الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه المرأة العظيمة الله تبارك وتعالى بشرها ببيت في جنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما فيه الصخب يعني العياط والضبيع لأن العياط والضبيع هذه من شأن جهنم. انت كي تكون ساكن في دار وعندك جيران يضلوا يضربوك وراني في العذاب ولكن دار موسعه من كيف؟ لان العياط والضبيح نوع من العذاب. لذلك اصحاب الجنه اصحاب جهنم والعياذ بالله ما تسمع لهم الا الصراخ والعويل بينما اصحاب الجنه لا تسمع فيها لا غير. من كيف؟ لذلك لما يقول ربي سبحانه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. بعض العلماء قالوا هذه الوجوه يعني خاشعة متذللة من الذل ومن الهوان وأنها عاملة يعني عاملة في الدنيا خدمت مش ما خدمت ولكن خدمت يا إخواني الكرام. والعلماء كثير جزاهم الله خير يستدلون بهذه الآية على المبتدعة والعياذ بالله الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى بالأخص مبتدعة العقائد والعياذ بالله الذين اتخذوا عقائد غير عقائد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير عقائد الصحابة خدموا وتعبوا وعملوا ولكن يوم القيامة ما تنفعهم. علاش؟ لأنهم لم يبنوها على منهاج صحيح إما لأنهم ابتدعوا في العقائد وإن لأنهم مشركون ابنوها كما كنا نقول على غير أساس خدموا ولكن خدمتهم ما نفعتش عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة خدمت ولكن خدمتها ما نفعتهاش.
علاش؟ إما لأنهم خرجوا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة وابتدعوا والعياذ بالله عقائد واتبعوها، وإما لأنهم عملوا أعمالهم واجتهدوا بها ولكنهم مع ذلك لم يبنوها على أساس من التوحيد، ما كانتش مبنية على الأساس الصحيح، ما نفعتهمش يوم القيامة. وقلت لكم يا إخواني الكرام، كل واحد يبغي يبني بقدر ما يكون البناء قوي وطويل وكبير بقدر ما يكون الأساس صحيح، هذه معروفة. لا إنسان بدأ يبني فوق الرمل ولا فوق التراب اللي يجي ينصحه يقول يا رجل هذيك الأرض راهي تلعب، ما هي صحيحة، حفر حتى تلحق الأرض صحيحة، وهكذا ينصحه. أما الإسلام نحن خلاص صوم وصلي وربي يقبل، والله لا، حتى نبنوها على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذه كلمة كما قلت ولا زلت أقول، أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يفهم فيها الناس ذوي العقول الكبيرة والعرب الخلص الذين لم تختلط عربيتهم بعربية أخرى أو لم تختلط بلغة أخرى، فهم يفهمون مضمون لا إله إلا محمد رسول الله. ولذلك جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة ويعلم هذا، من كيف باش لما تجي الشرائع الاخرى ويبنوها تكون مبنيه على اساس صحيح، تكون مبنيه على التوحيد، تكون مبنيه على العقيده الصحيحه اللي الله تبارك وتعالى يوم القيامه يجزي الانسان لانه بنى اعماله على ركيزه صحيحه. واما اذا ما بناهاش على عقيده صحيحه تكون يوم القيامه خاشعه عامله خدم ولكن ما نفعتوش الخدمه. كما قلت لكم وقدمنا، الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا عاملوا، هذا قرآن يا إخواني الكرام، قال خدموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يا رب سبحانه الأعمال هذه يجمعها لك، أعمال صالحة خيرات يجمعها لك ويجي الريح يديها، لما يبدأ يبكي يقول يا ربي علاه، قل له لأنك لم تبنيها على أساس من التوحيد. من كيف؟ هو اللي يقول له روح لسيدك فلان ولا روح لفلان اللي كنت شايف فيه، هو يرجعها لك، أنا ما رجعها لك. من كيف؟ وقلت لكم يا إخواني الكرام ولا زلت أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامة ربي سبحانه ينادي، يقول يأمر ملكا أن ينادي في المحشر يقول أيها الناس من كان يعبد شيئا فليذهب إليه، اللي كان يعبد حاجة يروح ليها، وتمثل هنا وتمثل الأحجار والأشجار والدواب والوحوش وكل شيء والقبور والنذور وكل شيء تمثل، كل واحد يروح لربه، اللي كان عنده قبر ما تقفي يقول له لك قبر فلان يروح ليه يروح ليه، ما يقولش لا ثم يفيق الناس يقول الله ما تنفعش يعني في الدنيا تكنقنا في الآخرة فقنا، نروحوا كنا مع أصحاب القبور نروحوا مع المؤمنين ندوروا، الملائكة تقول لهم لا كنتوا مع أصحاب القبور تبندروا ريحوا هاو البندير وراه هاو القبور وراه ريحوا، لا الملائكة راهي عارفة شكون كان مؤمن وشكون كان يبندر. من كيف تفصلهم كل واحد يروح، حتى ذاك يروح عند الصفيحة تاع الحمار ويجلس، والآخر يروح عند الشوكة تاع الكمصارى ويجلس لين يدفع فلوس بلا، كل واحد وين يروح؟ ناس تفرق كل واحد يروح لربه، اللي كان لاصق فيه اللي كان ناوي فيه، لأن واحد ما يفهمش يقول لك كيف أنا حلا أنا نبدو نعبدو كمصارى ولا نعبدو وزمه، ولكن ناويين فيها، اللي نوافي شيء يروح. يبقى غير المؤمنين الخلص، الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منهم المؤمنين اللي ما ينولوش غير في الله، كما كان يقول واحد من العوام جزاه الله خير مات رحمه الله يقول لك من غير ربي والنبي ما تعرف عربي، كلمة دينة جزاه الله خير يعلم ولاد التوحيد بهذه الكلمة جزاه الله خير، هذا يبقى وحدهم
واحد وما يروح. يجون يوم الملائكة يقولوا ماكم الناس كلها، كل واحد ذهب إلى إلهه وبقيتم أنتم، ثم على ما رحتوش ربكم؟ قلوا احنا ربنا نعرفوه، إذا جانا نعرفوه. يقول لهم انتم شفتوه؟ يقول ما شفناه، ولكن الأوصاف تاعه موجودة في القرآن، إذا شفناه نعرفه. فهمتوا كيف؟ والحديث صحيح. انتبهوا يا إخواني الكرام، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يأتيهم في غير صورتهم، يجيهم ربي سبحانه في غير الصورة تاعه. يقول لهم ما لكم لم تنصرفوا إلى آلهتكم كما انصرف الناس؟ يقول له نحن نعرف الإله تاعنا. يقول أنا ربكم. يقول له إنا نعوذ بربنا أن تكون أنت ربنا. الله تبارك وتعالى يروح ويجيهم في صفة واحدة. يقول له ماكش أنت ربنا، احنا رانا متمسكين بربنا، مش متكونش أنت ربنا. لأن الناس يعرفوا الله تبارك وتعالى، القرآن راه موجود صريح صحيح، السنة موجودة، صفة الله تبارك وتعالى موجودة، مش الإنسان يعرف ربه. يروح الله تبارك وتعالى يجيهم في الصفة الحقيقية فيخرون له سجدا، يسجدوا لربي سبحانه. يقول اعلموا أنني قد رضيت عنكم جميعا وهؤلاء هم حصب جهنم. هذا الناس كل واحد راه يعمل حاجة يروح تعاها، اللي راه يعمل حاجة يروح. أنتم المؤمنين اللي جلستوا تعبدوا لوحدي، أنتم اللي راكم ناجين، أنتم أصحاب الجنة، وإلى الباقي كل شيء في النار. هذا اللي قال عليها ربي سبحانه عاملة، يقول يا ربي خدمنا وزرنا الخير وصلينا وزكينا وبنينا الجوامع، ولكن كنت شادس في نفسك بلاد، روح سيدك فلانية فعك خاطيني وخاطر. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام احنا رانا مسهلين القضية، والله الذي لا إله إلا هو احنا رانا مسهلين القضية، كأننا عندنا جوازات راهي في جيوبنا باش ندخلوا للجنة وباش نهربوا من النار. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا بيده خرصة من نحاس، شاف راجل داير خرصة تاع الحاج، لو كان تذكر يعني انتم الاسلام تعرفوا غير هذه، راه نتكلموا على حاجات كبيرة هذه تاعنا، لا نتكلموا على هذه هي الأولى، عاد نتكلموا على الحاجة الأخرى، هنا هذه عقيدة. فهمنا كيف؟ قال له ما هذه؟ واش هذه اللي درتها في يدك؟ كيف راه دركا يديروها؟ يديروا هنا مسياسة نتاع النحاس لأن مرت فيها الكهرباء ولا مانيش عارف، ويدير خرصة في وذنه كي المرأة العياشة ولا مانيش عارف، ويدير نتاع النحاس ولا مانيش عارف. قال له واش نادي اللي درتها في يدك؟ باش تشوفوا الأمور هذه ماشي من عندي ولا من عند واحد، هذه شريعة كل شيء فيها. الخرصة نتاع النحاس موجودة حتى في الجاهلية. قال له يا رسول الله من ذات الوهن، كيف من اللي راح يقولوا هذا انسواسوا من الروماتيزم؟ الان تدخل راك داير هذا المسياس يقول لك الروماتيزم ياك. هكذا الصحابي هذا قال له من ذات الوهن، يعني يده تمشي تتوهن، دار لها هذه باش يده تصحى، هكذاك هذاك دار لها باش يده تولي ما فيهاش الروماتيزم تولي صحيحه، يتصرف فيها كيما بغى. الحاجه هذيك الكروه اللي يديروها دروك نكملوا الله يرحمه. اذا فهمنا، إذن قالوا من ذات الوهن، قالوا يعني يدي تفشل درت لهذيك باش يدي تصحى. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا معليش ايه روح ما فيها باس كما نقولوا احنا. قالوا زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. والله سمعوا مليح اللي رانا دايرين الفلوات فوق ديالنا، ولا واش كاين الفلو، ولا واش كاين الصحة، واش كاين، رانا مسهلين الامور مرة والامور راهي ضايعة. قالوا زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا. قالوا كان مت وهي في يدك والله ما تفلح. فعلاش ما يفلحش؟ لان كما قلت لكم كل واحد يقول اللي كنت ناوي فيها روح ليها، لنا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول الصفيحة اللي كنت ناوي فيها هذه كتب عليك الفلانة ما نعرفش. فمن كيف؟
لذلك يا إخواني الكرام فيه ناس يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب حق التوكل العظيم على الله تبارك وتعالى. موجودين 70,000 يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب على طول يخرجوا من الدور الجنة. علاش؟ أشوفوا الأشياء اللي نقولوا هذا هذا الناس اللي على طول مقبر للجنة ما يتحاسب ما يتعاقب. علاش 70,000 في الحديث الصحيح؟ قال لأنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول لهم ربي الله أزل ادخلوا للجنة حق اللي كنتوا تتوكلوا عليه حق التوكل. كل حاجة شاذ في الله ما شاذ لا في منقوشة ولا في خرصة. كاين الدواء الشرعي روح للطبيب يدير لك نبرة ولا يعطيك تشرب من كيف. أما حاجة خرافة لا. مؤمنين يوم القيامة الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة لماذا؟ لخالص توكلي مع الله تبارك وتعالى. أما يشد لي في خرطة ولا في منقوشة ويقول لكم هذه واش فيها؟ وقلت لكم أنا ما زلت أقول والله سألت علماء كبار في الأعصاب قلت له قول لي برب قضية المسيسة هذه عندها علاقة عندها علاقة بالأعصاب؟ هذه المنقوشة عندها علاقة بالأعصاب؟ قال لي حتى للآن الآن يعني تكلمت هذه القضية عندها ممكن حوالي 12 سنة قال لي دمعة تنهار اليوم قال لي الطب ما زال ما ثبتش باللي عندها علاقة باللي خرافة. إذا باش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول العلم يساعده لأن العلم الآن الطب ما قالوا لناش يا ودي راه ثبت العلم باللي المنقوشة دي تنفع وهذه السياسات تنفع كيف النبي تعقل يقول ما تنفع والعلم ثبت وقال تنفع. العلم حتى الآن في نهار اليوم يثبت على أن الأشياء ما تنفع يعني المنقوشة هذه اللي راهم يروحوا نضروا ما يديروها وهذه السياسة اللي راهم يديروها حتى الآن العلم أثبت أنها ما تنفع أنها من الخرافة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول ما يجيش العلم ينقله يجي العلم يسانده ويقويه. فمن أجل لما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهاش يعني ما فيهاش طب بينما العلاج الشرعي في أحاديث كثيرة تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء. ربي سبحانه قال نداووا ما كاش حتى مرض خلقته وما درتوش الدواء دواء ولكن الدواء كما قلت لكم الدواء الشرعي لأن هذا حديث مطلق بالروح دواء والحديث الآخر هناك مقيد تداوى ولا تداوى بحرام روح دواء وما تداووش بالحرام وحديث آخر تداوى عباد الله ولا تتداوى بنجس ما تداووش بالنجاسة. من كيف حاجات محرمة خبيثة ما فيهاش دواء. من كيف الخمر حرام احنا ما نقولوش كيما راهم يقولون بعض الناس روح يشرب الخمر باش يبرى ولا باش يبدا تاعو توازي ولا باش الكلاوي تاعو يمشوا هذا كله كذب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. ربي سبحانه ما جعل الناس الشفاء في الشيء اللي حرموا علينا. الشفاء الشيء اللي حرموا علينا ما فيش الشفاء. حرم علينا الخنزير حرم علينا الخمر حرم علينا اشياء كثيره ولكن ما فيهاش الشفاء للاشياء حرام. من كيف ولذلك الطبيب لما جاء من اليمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اقتل الضفادع واداوي بها قال له لا ما تقتل هذه قال له انا نقتل الجراين ونداوي بهم قال له ما تقتلهم واش دخل الجرانة في الدواء هذا كذب. داوي بالعشبات داوي بالعسل داوي بالنار داوي بأي شيء وإنما حيوانات ربي خلقها خليها اللي تصلح راي تصلح نذبحها ناكلها واللي ما تصلحش راي سارحها في ملك الله حتى يقبلها ربي سبحانه. فمن كيف أما يذبح يقتل الجرانة بشكلة ولا التاتا ولا البوريون ولا النش ولا الهدر كله كذب هذا يا إخواني وحرام. فمن كيف إذا نرجعوا لهذا الناس اللي قال عليهم ربي سبحانه يوم القيامة وجوه خاشعة عاملة وجوه خدمت
ولكن كانت تظن باللي الخدمة هذيك تنفعها ولكن ما نفعتهاش، كما ورد في القرآن في آية أخرى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال رب سبحانه يا محمد قل له ونقول لكم الناس اللي خاسرين أعمالهم يوم القيامة الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي اللي كل العلماء قالوا هذه هي التي نجأت في المبتدعة والعياذ بالله وفي المشركين، ناس ضايع أعمالهم وما يحسبوا بلهم يخدموا الليل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم أعمالهم ضايعة وما عندهم حتى شيء مقبول عند الله. قلهم احنا ملاجدهم بلاد، احنا الناس تجينا من كل مكان، احنا وحاسبين بالأعمال تنفعهم يوم القيامة ما تنفعهمش. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هذه كذلك نزلت في المبتدعة والعياذ بالله، في المشركين اللي كانوا حاسبين أرواحهم راهم ملاه وراهم يخدموا ملاه، يوم القيامة تجي وجوههم كحلة. يقول لهم علاش يا كنتم مبيضين وجوهكم في الدنيا وكنتم ملاه؟ يقول لهم لا، ربي ما قبلش الأعمال. فهمنا كيف؟ إذا ميزان قبول الأعمال يا إخواني الكرام، الحمد لله الله تبارك وتعالى يعني ما غطاش هذا الشيء، وإلا كنا ضعنا. كيف نعرف أعمالنا مقبولة ولا مش مقبولة؟ عندنا مقياس، الله تبارك وتعالى أعطانا المقياس، وهو أن الإنسان يخدم أعماله على منهاج الله تبارك وتعالى كما أمر، والإخلاص شرطين. فهمنا كيف؟ في الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما تعبد ربك بإخلاص تنوي فيه وحده، وفي نفس الوقت على الشيء اللي قالوا وبينوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا تعبد ربي سبحانه تنوي فيه صحيح، ولكن تجيب عبادة من عندك ما يقبلهاش ربك. من كيف؟ ربي سبحانه جعل الظهر ربعة، واحد يقول لك نخلص النية ربي ولكن نصليهم زوج كما رام القديانية. بعض المسلمين كما رام يقولوا روح مسلم وهم كفر والعياذ بالله، موجودين في أمريكا وموجودين في القطرة في آسيا في الهند وباكستان، يسموهم القديانيين، الإنجليز هو اللي دارهم. فمن كيف؟ وفي أمريكا عندهم جامعة بحذافيرها، جامعة كما جامعة تاعنا هذه، يقرأوا العلوم الإسلامية الشرعية وبعدين ترسلهم أمريكا يروحوا لإفريقيا ويروحوا لآسيا يردوا الناس كفار. يقول لك القرآن هو تاعنا، هو كل شيء، يقرأوا القرآن كل حاجة دي. لذلك كلكم انتبهوا شوفوا راه فتن راهي جاية والعياذ بالله، ولكن يتصرفون في الدين، يتصرفوا بالدين. رمضان ينحوا منه، صلاة ينحوا منها، كذا ينحوا منه، وجعلوا للناس دين. قال لهم هذا باش يوافق العصر اللي رانا فيه، لان لازم تصوم شهر وزيد تروح تحج في العام وزيد تصلي خمس مرات في النهار، الوقت كله روح غير في العباده ما خدمت والو. لذلك الوقت هذا ضيق، نقصوا شويه العباده هذه باش الانسان يستطع يخدم ويستطع يعمل، ولكن يقبل عرض سبحانه. هل الله تبارك وتعالى يشرع للرسول صلى الله عليه وسلم في القرون الأولى ولا يعلم ماذا يكون في القرون المتأخرة؟ حاشا لله. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم دائما وكما يقول أهل العقائد جزاهم الله خير، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ثلاث أحوال: اللي كان فكري، واللي راح يكون في المستقبل، واللي ما كاين شيء. لو كان كاين واش يكون؟ واحد ما يفهمش نقول يعني مراته حوليدها ولداته ميت، يعني ربي راه عارف الولد هذا لو كان ولداته وحيا يعرفوا وش يعني ما لم يكن لو كان كيف يكون. لنفرض هذاك الولد ما ماتش، كان ربي يعرف وش راح يكون.
لأن علم الله تبارك وتعالى علم شامل محيط لا يحيط به أحد، فهو يحيط بعلم البشر ويحيط بجميع البشر، ولكن علمه لا يحيط به شيء، لا يحيط به بشر. إذن يا إخواني الكرام نرجع إلى هؤلاء الناس، يجوا يوم القيامة بخدمة ولكن ما يشمعوا. علاش؟ لأن ما كانتش على الشيء اللي قالوا ربي سبحانه، لأن فهمتوا كيف؟ بلك احنا تقولون غير وربي سبحانه يوم القيامة يقول مساكن تعبوا وكذا وكذا، ما عليش خلي يروحوا الجنة ما يزيدوش مرة ثانية. والله ما نغيظوا ربي، نغيظوا في صفة واحدة، هو إذا كنا مؤمنين موحدين. قل ما يعتأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ربي ما يديركمش عفر وما يديركمش حساب لكم، ما تكونوش موحدين حق شوعين، كما تكونوش تعبدون بإخلاص، والله ما يديركم حساب. كيف؟ لذلك هذه الناس هادو يوم القيامة ما يحتجوش، يقولوا يا ربي وخدمتنا شحال احنا نخدموا وشحال احنا نبنوا وشحال احنا نديروا وحفلوا ونحجوا ونديروا بالخيرات ونبنوا الجوامع، يغيظوا والله ما يحتاجش معاهم، كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبهم ربي ما يخبروش فيه ولا يتكلم معاهم، وإنما يخلي الملائكة إلا تتكلمون. فمن كيف يا ذوك اللي يكون نزورهم؟ نزور لهم في الحال وإحنا ندرسوا، ما زلنا وين بدينا؟ اليوم راح نبدأ تدريسنا. هذوك اللي راك تقول أنت واصلين، شكون اللي قال لك واصلين؟ ها رجعنا أسيدي فرضهم واصلين، وصلوا فيهم اللي وصل للجنة وفيهم اللي وصل للنار، كل واحد من وصل فمنك أفرضهم واصلين. فيه ناس وصلوا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. صح. فيه ناس وصلوا أكثر من أبو بكر الصديق، أكثر من عمر، فيه ما فيه. هاد الناس هادو علينا احنا ما نروحوش ليهم، خلونا للاخرين، نروحوا لهذوك الاولين اللي كبار وعندنا سند القران منهم، نروحوا ليهم ونقول لهم انتم ارسلوا ربي يقبل منا ربي، ما يقبلش ربي. قال لك انت عبدي على طول يا ربي نعطيك، ما كانش الواسطه بين العبد وبين الله. الواسطة كما رأى نظرت في الدنيا هذه، تبغي تدخل لعند شيخ البلدية ولا لعند الوالي يقول لك احبس حتى نعطيك رانديفو كما تقولوا انتوما، ولا ريح تما حتى يجي لي، هذا بشر كيما انت. بينما ربي على طول يا ربي اسمع، ماشي يا سيدي فلان انت قول لربي. ليه؟ هو انت ما قال لك باللي يسمع منه ربي ولا ما يسمعش، ممكن يسمع منك وما يسمعش منه. فهمنا كيف؟ وبعدين لعلمكم يا اخواني الكرام، اجل احنا ما نش عارفينها، اما الناس جميع الذي مات يا اخواني الكرام ليس له علاقه بالدنيا، هذا احنا اللي ما نش عارفينها. نظن الناس كي ماتوا باللي مازالوا حيين يتصرفوا في الكون. اللي مات الله يرحمه، انت راك اكثر منه. كيف؟ انت راك فيك البركه اللي مازلت تخدم والصحف تاعهم طوال. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلالة قدر وعظمته عند الله قال لك انتم ادعوني، انتم يا امتي ما زلتوا حيين وانا لما اروح انتم ادعوني، طيب شكون واحد اخر يقول انتم اروح اطلبوا مني الدعاء؟ الرسول قال لك ادعوني امك، نقول لكم الرسول يقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، كي تسمع النداء اللي هو الاذان قول كيما الاذان، ربي يكتب لك الاجر كيما المؤذن، لما ينتهي المؤذن قول اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي يا ربي أعطي محمد. احنا الآن احنا دعينا له ولا هو دعانا؟ شكون اللي دعا صاحبه؟ احنا اللي دعينا له. قال قولوا اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، الوسيلة والفضيلة والمقام المحمودة الذي وعدته. قال كل واحد من أمتي يدعي لي هذه أنا نشفع فيه يوم القيامة. إذا كان رسول الله قال ادعوني، يجي واحد يقول لا انتم أرواحوا أنا ندعي لكم، شكون هذا؟ هو رسول الله قال ادعوني، لو كان احنا نفهموا من هذه ما نزيدوش. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوني، وعظمته قال ادعوني، يجي واحد آخر يقول لا احنا نروحوا ليه هو ندعوني،
نطلبوا منه وهو يدعينا ربي سبحانه. وبعدين لعلمكم يا إخوان أن الإنسان إذا مات فهو أحوج إلى الدعاء. الإنسان إذا مات خلاص ما عنده علاقة، ما عنده علاقة بنا، مات إحنا نترحموا عليك. لكن أما قال لك واصلين ولا ما واصلين، هو وصل أنت وصل. أما تروح ترياح تضرب عن قبض وتبقى يحفظ الدعوة وتقول لي وصلك معاه، ما قالك أول أنه وصل ولا ما وصلش. لأن سيدنا عمر لأن هذه كلها من جهتنا، لأن تساهلنا في العظمة تاع الله، ما ناش عارفين ربي مليح. لو كان عارفين ربي مليح شوفوا الناس اللي عارفوا ربي مليح. نعطيكم مثال غير الناس اللي عارفوا ربي مليح، مثال في رجلين سيدنا عمر سيدنا عمر اللي عارفوا ربي مليح، احنا ما عرفناش. سيدنا عمر يقول يوم القيامة لو ينادي منادي ويقول أن يا أيها الناس أدخلوا الجنة جميعا إلا واحدا، قال له كان منادي يوم القيامة ويقول يا ناس ادخلوا للجنة كلكم غير واحد ما يدخل. قالوا قل بلك أنا هو هذاك الواحد. شفت الناس الواصلين كيفاش كانوا يخافوا ربي، بينما احنا قلنا لك وصلوا راح يوصلونا، وصلوا صحيح ولكن وين؟ الجهنم. الجهنم لصقنا عند قبورهم والله غير موصلينا. ونتجادلوا معاهم عند ربي سبحانه وما يقولوا احنا بارين منكم، واحنا نقولوا احنا كنا لاصقين فيكم. لكن انت كنت داير بلا وكيل ويسموها وكيل ويسموها مقدم. كيف؟ يتقدم بهم والعياذ بالله ويتوكل عليهم. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه واش يقول؟ الناس اللي واصلين صحيح وعرفوا ربي. قال والله لو كانت إحدى رجلايا في الجنة والأخرى في الدنيا ما آمنت مكر الله. قال لو كان واحدة مرجلية تكون في الجنة والأخرى مازالت في الدنيا ما نقولش راني في الجنة. ما نقولش راني في الجنة حتى تتنقل هذيك اللي راهي في الدنيا تدخل للجنة ويصفوا زوج رجليه في الجنة عاد يقول دخلت للجنة. بينما احنا كل واحد راه عنده باسبور تاع أجنبي يجيبه. فهمتوا؟ انتم وشيخكم وكل شيء. ما يجعل الخير وخلاص. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا على المسألة هذه ما هي سهلة. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل التوحيد الخالص ومن أهل العقيدة الصافية الصالحة، وأن يجعلنا جميعا إن شاء الله من أهل الجنة، وأن يعيذنا جميعا إن شاء الله من النار. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا لهذه. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654336. سيدي بالعباس، هاتف 0485464330. ناسوق 0485245.